أكدت سعادة السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أهمية تنمية القدرات في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص لا سيما للمتعاملين المباشرين مع مختلف الشرائح الاجتماعية والعمالة على وجه الخصوص بما يمنحهم القدرة على التعرف وكشف الضحايا أو الحالات المشتبه بتعرضها إلى الإتجار ومساعدتها. جاء ذلك خلال حفل تكريم المشاركين في برنامج تدريب المدربين لمكافحة الاتجار بالأشخاص بنسختها العربية الثانية والذي نظمها المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لهيئة تنظيم سوق العمل بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بمشاركة 28 متدربا من موظفي قطاعات وجهات حكومية مختلفة منها موظفو قطاع الإعلام والقطاع الطبي وموظفو المنافذ والأمن العام بوزارة الداخلية وقطاع التفتيش والعدالة الجنائية. تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بنهاية هاي الشهر، احنا فخورين وسعيدين بتكريم دفعة جديدة من مدربين مؤهلين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص. طبعا هذه الورشة تمت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية IOM للتعريف على مؤشرات الضحايا والضحايا المحتملين في جريمة الاتجار بالأشخاص. دور هيئة تنظيم سوق العمل في خلق جيل جديد من المدربين المؤهلين لتعزيز قدرات التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص، وهذا يؤكد أيضا تزامنا مع دور مملكة البحرين في دعم هذه الجهود ودعمهم للمجتمع الدولي للتصدي في جريمة الاتجار.